راح ينجلد هلا ولا ما راح ينجلد؟ اكتبوا يا اساطير شو تتوقعوا قبل ما يخلص الفيديو. السلام عليكم، شلونكم يا اساطير؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد، راح نشوف مين الاقوى، الروبوتات او الدكتور دوم، ونشوف مين النوب بيناتهم. اللي حابب يشوف الفيديو لازمكم مشاهدة ممتعة، ما تنسونا بلايك، تعليق حلو، تعب الفيديو، مشاهدة ممتعة. نشوف مين راح يكون البوت، رجالات الاليين ولا الدكتور دوم. بس خلينا اول شي نخلص على هدول، خلينا نقيمل هدول اول شي، خلي رجالات الاليين ينزلوا. في واحد هون يمكن تحت جلدو. خلينا نشوف هلا رجالات الايين شو راح يعملوا مع دكتور دوم. هذا دكتور دوم راح يجلدوه هلا ولا ما راح يجلدوه؟ يلا ينزلوا. هاي نزل واحد، بس راح احدد لهم عليهم مشان بس حدد بحسوا في هدف. شوفوا شو، شوفوا شو راح يصير هلا، مين راح يكون البوت بيناتهم. شو عم حدد عليها، نشوف كيف الروبوتات صارت تمشي. لازم نحدد لهم على هدف نحنا. شو عم حدد لهم على هدف، على دكتور دوم. راح ينجلد هلا ولا ما راح ينجلد؟ اكتبوا يا اساطير شو تتوقعوا قبل ما يخلص الفيديو. شو تتوقعوا مين راح ينجلد؟ مين راح يكون البوت؟ شوف الرجالات الاليين مثل النوب. دكتور دوم، دكتور دوم والله جلدوه، جلدوه وخلوه يحبي كمان. بيقولوا عليهم بتات، هذول ما لهم بتات. والله هذا البوت هو مو شاطر الا على الناس. يا اسطير هذا هو كان الفيديو، اذا عجبكم ما تنسون بلايك وتعليق حلو، وما تنسوا كود الايتم شوب زوم 93 93. وان شاء الله بنشوفكم فيديوهات تانية، وهلا بنشوفكم بخير، وضلوا بخير، والسلام عليكم.